في وقت من الاوقات كان يتحمل مسؤوليه الاتحاد المصري لكره القدم، في الوقت الحالي طبعا في رابطه الانديه كان عضو فيها، وكمان وجوده في البرلمان كنائب في البرلمان لست اللواء ثروت سويلم. تحياتي لحضرتك حبيبي كابتن محمد، اخبارك ايه؟ والله بسعد بحضرتك دايما ست اللواء. انت عارف يا كابتن انت غالي عليا جدا، طبعا يعني علاقه انا بحبها دايما من خلال تواجدك ايام الاتحاد يا ست اللواء، وحتى الان طبعا بنعتز بالعلاقه دي. يعني حبيبي كابتن الله محمد يخليك. تحت امرك. يعني اهم حاجه يعني لقاء او الاسبوع التالت، طبعا كل المباريات او الاسابيع مهمه بالنسبه للكره المصريه، وخصوصا السنه دي الوضع مختلف في ظل طبعا رابطه الانديه والمجهود الكبير اللي بيتعمل عشان يطلع شكل الدوري الممتاز كما يجب يعني، وبالتالي مباراه القمه واستعداد رابطه الانديه لهذه المباراه سته اللي هو. والله يا كابتن محمد يعني مباراه القمه ما فيش تعديلات جديده او ما فيش جديد بالنسبه للرابطه، لان احنا الرابطه زي ما انت عارف كده موجوده انا والكابتن عامر ولينا سابقه تعامل في الماتشات وفي الدوري وفي المسابقات، لكن معانا مجموعه كلها شباب واعد مجتهد جدا، كل الاضافات اللي بتتعمل دي اعتقد ان هم لهم الدور الاكبر، لان هم عندهم طموح كبير جدا ان يعملوا كل ما هو جديد في الكره المصريه. فبالتالي احنا من بدايه الدوري كان في خطوات معينه للدوري العام، قرعه شركات مميزه كان ليها سابقه اعمال محترمه جدا في كاس الامم 2019 و2020، الشركه الافريقيه وشركه تذكرتي، البرامج برامج اداره المباريات او الاشراف على دخول الجماهير ووصول التذاكر للجماهير كان عندهم تجربه محترمه جدا. فبالتالي الرابطه شافت ان احنا نسير على نفس المسار اللي حصل في كاس الامم، فان اي دي وتذاكر وكل واحد يجي له تذكرته، مفيش تذاكر بقى وتتختم التذاكر وتتوزع من اتحاد الكوره ونبدا ناخد التذاكر ونجامل وندي تذاكر، لا الكلام ده كله يا كابتن كان من اول يوم مرفوض تماما ان يكون في اليه قديمه في وصول التذاكر للجماهير. وبالتالي كان دخول الجماهير بشكل محترم جدا مميز جدا، والامن المصري والجهات الامنيه كلها كان بذلت مجهود كبير جدا في ان احنا نسير العمل بالطريقه دي. فبالتالي ماتش الاهلي والزمالك كبقيه الماتشات نفس السيستم، نفس الجماهير، الاستاد معروف استاد القاهره اللي هو علي درويش باشراف طبعا السيد الوزير دكتور اشرف صبحي، الناس هتشوف استاد القاهره بشكل جديد تاني في تطور فيه. فعشان كده بقول لحضرتك مفيش جديد يتعمل لماتش الاهلي والزمالك، لان الترتيبات كلها بتتعمل لكل الماتشات بتاعت الانديه على يعني بشكل واحد. يمكن كان متوقع ناس كثيره ان يبقى في حكام اجانب، لقينا ان الاهلي والزمالك حابين جدا الحكام المصريين، محدش قال عاوزين حكام اجانب، وبالتالي لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها حكام مصريين. فالامور ان شاء الله باذن الله الناس هتشوف برضو مباراه قمه ما بتختلفش عن كل المباريات اللي حصلت قبل كده. طب سيادة اللواء، يمكن انا المقصود في ماتش زي ده ماتش كبير زي الاهلي والزمالك، احنا بنشوف في دول اوروبا او في الانديه في الدوريات الكبيره بيبقى في احتفاليه كده، وبيبقى في زي ما نقول ايه اكتيفيتيز وشويه حاجات كده تتعمل لطيفه. انا عارف رابطه الانديه لسه بتبتدي او بتشتغل على الفترات القادمه انها تعمل الاجزاء دي مع طبعا زياده عدد الجماهير، لكن هل مباراه زي كده ما نقدرش نعمل فيها حاجات حلوه والرعاه موجوده يعني يقدروا يشتغلوا مع الجماهير الحلوه اللي هتبقى موجوده ان شاء الله؟ ما برضه يا كابتن محمد ما انت ما عندكش جديد يعني مفيش مثلا النادي هتكرمه، مفيش لعيب هتكرمه، يعني الموضوع ماتش الاهلي والزمالك احنا في بدايه الدوري، احنا كنا حريصين ان ماتش الاهلي والزمالك ما تبقاش القرعه موجهه، فيتلعب ماتش الاهلي والزمالك زي كل الماتشات عشان الحساسيه تبقى يعني بعيد شويه. لكن انا بكلم حضرتك، لا الرابطه عامله حاجه محترمه جدا في المرحله اللي جايه في درع الدوري، في ان شاء الله بعد الدوري ما يبدا بعد في هيبقى في توقف وبعدين هيبدا الدوري، هيكون احنا بدانا الامور تظهر اكتر، عاوزين نعمل احسن لعيب في الشهر وبعدين احسن لعيب في نهايه الموسم، احسن حكم، احسن حارس مرمى، كل الحاجات دي ودول هيبقى يعني بحاجه ماديه للاعب اللي هيكسب يا ست. اكيد بص يا كابتن، يعني الشركه الراعيه ما عندهاش اي موانع ان هي تعمل تحفيز جامد جدا زي ما احنا بنتكلم في كاس الرابطه، عاوزين نعمل كاس رابطه لازم يكون فيه المكافئات اللي فيه تخلي تحفز الانديه تشارك فيه، فالمشاركه فيه لو هيتعمل كاس الرابطه لابد ان يكون اجباري عشان كل الانديه تشارك فيها في خلال فتره توقف الدوري.
طب وبالتالي انت حابب برضه يبقى في تحفيز للمكافئات سيان للفائز بالكاس او باحسن لاعب او بالكلام ده، فانا شايف بقول لحضرتك لا، في كل ما هو جديد هتلاقيه في المرحله الجايه ان شاء الله.